قدم بين يديه عليه الصلاة والسلام يوما طعاما، وإذا هذا الطعام هو الضب، فلم يأكل منه ودفعه عنه ولم يذمه ولم يقل ما عندكم إلا هذا الأكل، ما عندكم إلا هذا الطعام، لم يذمه وإنما دفعه عنه، فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، لكن لم يكن بديار قومي فأجدني أعافه. أنا من أهل مكة، ومع جبالها وغيرها لا يوجد فيها مثل هذا الضب، وبالتالي أنا منذ الصغر لم أتعود أن أرى الناس يأكلون، فأجدني أعافه. لم يكن بديار قومي فأجدني أعافه. قال: فجبذه خالد بن الوليد رضي الله عنه إليه وأكله، وأكل الصحابة معه، فلم يذم صلى الله عليه وسلم هذا الطعام، يعلم هذه نعمة سواء أعجبتني أو لم تعجبني. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أكثر حمد الله تعالى على النعم، ولا يكن وجود هذه النعم عندك باستمرار لا يكن مغفلا لك عن ومنسيا لك عن أن تشكر الله تعالى عليها.